ما سر هذا التفاؤل الجم لدى السيد بيدرسن؟ يعني لا يتحدث فقط عن اتفاق، بل يتحدث عن البدء في صياغة الدستور الجديد. بالفعل هو متفائل حسب تصريحه في اليوم الأول من أو في اليوم ما سبق اليوم الأول الأحد، بعد اجتماعات عقدها مع رئيسي الوفدين لأول مرة يجتمعان وجها لوجه، خرج بتصريح متفائل جدا يقول أننا هذه المرة سننتقل إلى صياغة الدستور لا فقط لمناقشة المبادئ. ولكن رغم هذا التفاؤل، يبدو أن هذا الأسبوع الذي بدأ منذ الاثنين الماضي وانتهى اليوم بمناقشة أربع نقاط أساسية حتى الآن، تمثلت بمسألة السيادة وهو بند قدمه وفد الحكومة في اليوم الأول، والجيش والأمن والقوات المسلحة والمخابرات قدمه وفد المعارضة ثاني أيام المحادثات، والنقطة الثالثة كانت سيادة القانون وهو بند قدمه وفد المجتمع المدني، ووصولا إلى نقطة الإرهاب والتطرف التي نوقشت طيلة اليوم وخرج بعضها الأطراف من دون أي تصريحات، على عكس الأسبوع الفائت أو الأيام الفائتة، بشكل خاص رئيس الوفد المعارض هادي البحر الذي اعتاد أن يوجز في ختام كل يوم مجريات المناقشات. ما علمناه اليوم أن الأجواء لم تكن إيجابية بالفعل، وبعد هذه الجولة من المحادثات يعني ساد الكثير من النقاشات ومن التعارض في الآراء، وهو أمر طبيعي قد يكون طبيعي. نعم. في الظاهر كان الحديث عن إيجابية دائما خلال الأيام الماضية، ولكن في المضمون ظلت التفاصيل هي العائق الأساسي أمام إحداث أي توافق. وطبعا هذا ما ينتظر أن يعلن عنه المبعوث الخاص لسوريا في مؤتمره الصحفي الختامي أمس، طبعا بعد اجتماعات طيلة النهار تتمحور أو يعني ستتضمن مناقشات لكافة البنود الأربعة، وطبعا ما توصلت إليه من توافقات يفترض أن يدون نهار غد، وطبعا الخلافات العميقة في هذه البنود تبقى دائمة ومستمرة منذ الجولات السابقة، ونحن الآن في الجولة السادسة. إذن نفس التشنج ونفس النقاط التي تقف وتنتهي من دون أو تقف أمام جدران صلبة ومغلقة.